نوصل لفقرة كابلز مع خليل حبشي معالج نفسي، وموضوعنا لليوم التدخل الإيجابي لصيانة العلاقات يلي عم بيكون فيها مشاكل كتير. خليل صباح الخير. صباح النور. عم نقول قد ايه الوضع حاليا عم بيأثر، مش بس الوضع الاقتصادي، يعني كل الأوضاع والتغيرات، قد ايه التغيرات على كل حال هي بتأثر على حياة الثنائي. اوكي، رح نبلش بفكرة أساسية تنفهم شو بتعمل تغيرات اللي رح نسميها تريجرز بعدين. اول شيء في فرق بين الاحساس والادراك، sensation and perception. يعني ممكن انا وياك عم نطلع على نفس الشيء، اعتبري عم نطلع على صحن مجدره. هالمعلومه فاتت على يور مايند وانا فاتت على ماي مايند، انت دماغك ممكن يترجمها او يضفلها او يربطها بمشاعر مختلفه عن مشاعري. يعني يمكن انت تحبي كثير صحن المجدره، انا ما احبه، وكل شيء هيك. شو يمكن شو بيذكرني بحدا، مثلا ستي، حدا امي، وانت ما بتفرق معه ابدا 100%. ويمكن انت بذكرك لما بيقولوا بلبنان شو كل يوم مجدره مثلا 100%. فبالعلاقات نفس الشيء. هلا هالليميتيشنز ضروري الانسان يعرف انه هيز ليميتد. بيقولوا انه تو ثينك اوتسايد ذا بوكس. البوكس هي دماغي. دماغي من شو مؤلف؟ اول شيء الاهم للولد، لانه تحت 12 سنه الولد ما عنده شيء اسمه بيتا ويف او كونشسنس، يعني كل المعلومات اللي عم بتفوت عليه بيخدها مثل ما هي. اوكي، اذا انا خلقان بانفايرمنت الكوميونيكيشن تنقول اجريسيف، تبري بي بعيط على امي، بشوف هالمنافذ طايره بالبيت، فانا بدي فوت كل هالمعلومات على دماغي واعتمدها، بتصير هيدي الديفولت سيستم. صحيح. اما العكس، اذا واحد عايش ببيئه هلسي، بي بيحكي مع امي على الرايق، بخبرها وجهه نظره، بيسمع لها وجهه نظره، بيلاقوا حلول وسطى وكذا، بصير انا اعتمدها مع رفقاتي، مع البارتنر تبعي، كل هالقصص. لكن التربيه جزء اساسي، وخصوصي تحت 12 سنه، بيرجع في البليفز مثل الاديان. مثلا تخيلي انا عندي، انا من دين بيسمح لي انه تعدد الزوجات، يمكن مرتي من غير دين او ما عندها هذا المبدا، فهون كمان بيصير في اختلاف. يمكن انا اظهر عليها اعتبر انه حقي، هي تعتبر انه لا. ايام في برنسبلز، مثلا في عالم عندهم مبادئ انه عين لا ترى قلب لا يوجع، يعني في يظهر على مرته بيقول لك خي ما زال ما عرفت شو هالمصيبه. في العكس، في حدا عنده مبادئ انسانيه بيحترم الثاني، ما بحب يكذب، ما بحب كذا. لكن هولي اضيفي الى ذلك الترومز، الصدمات النفسيه. يعني تخيلي انا مثلا حسيت حالي ريجكتد بعائلتي، وبحبوا اخواتي اكثر مني، او امي ما بتهتم فيني، وكل هالقصص. اذا صاحبتي مثلا تنقول تاخرت علي نص ساعه او عملت شيء، ممكن هيدا هالشيء to trigger the past emotions تبعي، وانا اعمل رده فعل اقوى من هالتاخير ابو ربع ساعه او نص ساعه. وايام العكس بيكون في اولاد كثير spoiled، كثير مغنجين، معودين اهلهم انه شغلتهم تكون on the spot، فكمان هاي بتعمل مشاكل، بصيروا يلوموا البارتنرز تبعهم اذا مثلا تنقول انه مثلا نسي تاخر شوي، كل هالقصص. فالصدمات النفسيه والمشاعر كتير بتأثر بالديستورشن، يعني بتعدل الرياليتي. وهدول القصص ما بنقدر نشوفهم إلا ما نكون عايشين لمدة سنوات مع بعض. يعني قد ما نتعرف على بعض كثنائي، صعب أنه نقدر نشوف كل هول، لأن يعني في أمور كتيرة بين الماضي، بين الحاضر، بين تكوين الشخصية كمان، بين كل واحد نظر، يمكن حسب شغله بصير يشوف الأمور مختلفة عن التاني. فهولي بدون كتير اكتشافات، منشان هيك نحن عم نقول أنه تغيير بيصير، يعني وحتى تغيير بالإنسان بيصير. خليل، يعني لما واحد يغير شغله من بعد ما يتزوج، من بعد ما يصير عنده أولاد، في سيدات كتير ما بيكونوا عم يشتغلوا بيصيروا يشتغلوا، أو العكس صحيح. يعني قدين احنا we have to embrace أو نتقبل هيدي التغيرات ونشوفها، مزبوط نشوفها 200% ستنا اللي عم بتقولي. حتى هلا بنقول قديش لازم نتقبل، بس في حتى اسباب بيولوجيه ايام وكيميكال بمعنى دراجز وكذا. شو قصدي بيولوجيه؟ مثلا في كيس في نيورو ساينتست ابضاي اسمه رامشاندرا، مره بتجي كيس شاب عمل حادث سياره، وهلا زبطوه فيزيكلي وكذا، ما بو شيء بالبيت، بعد شي 3-4 جماع يوعى هيك، قال لي طلع بي، قال له انت بي بس ما انك بي، انت اجى واحد عيش بقلب بي. ايه، فبس عملوا له الارقام، لقوا نحن بالدماغ تاخذ حيالله ديسيزيون، مش ما بدك تنقي ثيابك الصبح، بيجي اللوجيك وبيجي الايموشنز. يعني بيجي المنطق بيقول لك نحن بهيدا الفصل الحراره كذا، رايحه على الشغل لازم البس كذا، وبتجي المشاعر، شو ستيل العبالي البسه اليوم، اي لون، شو مشاعري اليوم، أنا غير شكل على طول ستنا غير شكل. ليه هالالوان هيك واللوزانج وما بعرف؟ لانه بتضلك مفرفحه وبتضلك موتيفيتد وكذا. ثانك يو. فهول الشغلات اللي كتير صغار هالقد أساسيات. فهيدا الشاب تبع رامشاندرا من وراء الحادث بالدماغ، هالكنال اللي بينزل ايموشن على محل اللي بده تو ميك ذا ديسيجن كانت نقص لسبب بيولوجي، فما بقى عم يجي ايموشن بس يطلع ببيو، فقال له انت بيي بس منك بيي.
ايام الكيميكلز، يعني ممكن انا اكون سهران قبل بنهار وشارب كثير الكحول، ممكن بكون بتعاطى مخدرات وكون بمرحله ويزدرول، فكل هالنيجاتيفيتي اللي انا بكون فيها اتس غانا ديستورت ماي بيرسبشن لمرتي، يمكن مطيئه ما بقعد شوف مزبوط. صحيح. حتى السيدات كمان، انا دائما بروح على السيدات انه كمان من بعد الحمل، خلال الحمل، ولاده، ميعاد، بعدين بالمينوبوز وغيره كمان، هول يمكن هالتغيرات هيدي بتاثر ومش كتير بتتاخذ بعين الاعتبار. ايوه، مشان هيك ستنا لازم كل واحد يبلش بحاله. في شيء اسمه ابسولوت تروث، بمعنى الانسان بيفكر انه هو عنده الحقيقه المطلقه، وهي اللي بتخليني اشوف البارتنر تبعي انه ما عنده شيء من الحقيقه، وهي بتخليني اتشنج وصير بدي تو كليم ماي رايتس وفهمها وسيطر اذا بدك. عشان هيك خلينا ننطلق انه خي انا محدود، قد ما اكون ذكي وفهمان وعندي معلومات، انا محدود بدماغي، محدود بتاريخيتي، وخصوصي بهول الصدمات النفسيه او بالديس اوردرز اللي عندي اياها، وكمان محدود بالكيميكلز اللي باخذها ثرو اوت ذا داي، كل هالقصص، وكمان بتاثر علي الانفايرمنت مثل ما انت قلتي بالانترودكشن انه نحن بلبنان هلا كلنا ستريسد اوت، فهيدي بدها تنعكس اكيد على العلاقات. اذا انا جاي على البيت وما معي عبي بنزين او عتلان هم المازوت كيف بدي اعبي شو كل هول القصص، كمان هالايموشن اللي انا فيها رح تاثر على تفاعلاتي مع مرتي وبتصير في اسكليشن وبنخرب الدنيا. يعني قد ايه كمان هون الاشياء البسيطه خليل، مثل قله النوم، مثل اكل غير صحي، مثل تعب زياده عن اللزوم، ساعات عمل كثيره، قد ايه كمان هول ممكن يكونوا عم بياثروا بلحظتهم؟ هذيك ستنا هول كلهم كورتيزول، يعني الكورتيزول هو هالهرمون اللي بيفرزه الجسم اللي بيخليني انا alerted وon the edge. وقد ايه عندي كورتيزول، يعني فيني انا هلا انسان بدني 10 دقائق شيء وفيني ضل 6 7 ساعات عم انسان بدني، فبصير انا ما بعرف اذا بتعرفي بالادكشنز، يعني تخيلي واحد انت ناخذ كافيين، كل العالم بتشرب كافيين، اذا شربتي كافيين فنجان صغير اوكي بتحسي حالك عملتي هيك، طب تخيلي شربتي 5 6 ركاوي بصيري عم ترشفي، واذا حدا حكيكي شيء بدك تهبي عليه، واذا سايقه بتكوني موتره. فهولي 200% اللي عم تقوليه مضبوطين، الوضع الاقتصادي الزفت اللي نحن فيه، الانسكيورتيز كمان، انه الزلمه بيطلع من بيته ايه ما بيعرف بيوصل على شغله، ما بيعرف شو بيفقع وين بده يفقع، فكل هول اللي نحن عايشين فيهم عم يعملوا العالم كثير ستريسفل، ضروري ننتبه لهم تما نفكر انه العلاقه هي شائبه او بها شيء، يعني انا موتر، انا شغلي منه ماشي، انا عم عاني مع ما بعرف شو، انا المصريات اللي بالبنك اللي كنت مامن فيها مستقبلي طار ورجعت هلا بدي كمان تو بي اليرتد، هذا سيستم الجسم بيعطينا اياه، بس يعطينا الادرينالين والكورتيزول هو هدفه يأهبني تقدر روح انا اتصيد غزال اعمل شيء تو ميك ماي سيلف مور برودكتيف وسكيورد وكل هالقصص. يعني هون عم نرجع للبريميتيف برين، يعني عم نرجع هون على العقل البدائي، لانه نحن هلا هون نحن رجعنا لهون، يعني نحن اليوم عنا السيرفايفل مود او بدنا نجرب نضلنا مكملين بالحياه، يعني شو الامور يلي بنكون رجعنا لها غير انه نحن بدنا نكمل نامن الاكل والشرب لعيالنا؟ في قصص بتتبع بفتكر هون. هن لينير بسموهم ورا بعضهم، مثل ما انت قلت بريمتيف هولي غرائز بيدوروا لحالهم وبيسيطروا على الجسد والفكر، نحن الانسان مركب من هول الغرائز من فكر ومن روح. إذا بس شو هول الغرائز اللي بيمشوا مع بعض؟ أوكي، أول غريزة هي الحفاظ على الحياة من خطر الداهم، يعني إذا هلأ أنا في أسد هون أو في بركان ما بعود شوف شيء لللايف ولا حضرتك ولا شيء، بصير بكل بالي أنه كيف بدي أضبط من الأسد أو البركان ما يقتلني، فبطفي كل شيء وبصير برايورتي نمبر 1 حافظ على حياتي. مش هيك بتشوفيها نحن كثير بنعاني منها بلبنان، بس يطلع انفجار أو تقصف إسرائيل أو شيء، هيدي بتشوفيها كيف بتبنك العالم. أنا مرة كنت قاعد على بيسين وقت قصفت إسرائيل، في شغلة وحدة بتصير إنه الأم دغري بتركض على ابنها والبقوي كلهم بيركضوا تينجوا بحياتهم، يعني ما بقعد قاعد مع صاحبته عم بده شو عم يعمل مشي، فدغري بتسيطر. الثاني الأكل اللي هي كمان خاصة بالسرفايفل، بس عم بدي أنا أعيش على جمعتين وشهر، قديما كانوا يعملوا موني يقدروا يعيشوا ثلاث أربع أشهر فيها، هلا هي الحسابات بالبنك وطاروا حساباتها بالبنك، يعني أنا رح أموت من الجوع، يعني كمان رجعت على السرفايفل. ثالث الريبرودكشن انه انا ولد اخلي هالدي ان اي تبعي سرفايفد على الكره الارضيه، كمان وقفت بمعنى ما بقى حدا يقدر يتجوز، ما بقى حدا يقدر يشتري شقه يعيش هو ومرته وكل هول. وثلاثه السلطه. السلطه اللي بتامن هالثلاثه الغرائز اللي قبلها، مش هيك بتشوفي الحروب بالقديم مثلا وبعدهم لهلا، يعني بس حدا يربح بالحرب شو بيعمل؟ اول شيء بيقتل الرجال اللي هي الرجال اللي بيهددوا السرفايفل تبعهم. اثنين بياخد الغنائم اللي هي الذهب والكاتل الماشية وكل هالقصص. ثلاثة الريبرودكتيف سيستم بيسبوا البنات تيولدوا منهم. فهي دائما السلطة هي تنأمل هالثلاثة اللي قبلها. هذا الإنسان البدائي الحيواني اللي صار للبشرية من وقت ما خلقت لهلأ بتعمل حروب. أما الإنسان الفكري اللي بيجي بينمي فكره بيطفي الغرائز تبعه، مشان هيك إنه هالشخص المتعلم أو المفكر أو
وفي الانسان الروحاني اللي دائما بياخذ وجهه نظر السماء وانه يغيروه شو كل 100 سنه واذا معي 100 بنايه انا شو رح ياثروا فيني، مهم فوت على السماء. فبيبلش الانسان يطور هول الروح تبعه ويسيطر على غرايزه والفكر تبعه ويسيطر على غرايزه. نحن بلبنان للاسف مثل ما كنت عم بتقولي حطونا باسوء سيركمستانسز تيغزوا لنا غرائزنا، وهلا بتشوفيها بالانتخابات كيف كل واحد بده يكتشو للثاني لانه عم بيشوف ديفرنت برسبكتيف. تنرجع اول فكره، اذا انا شيعي شايف انه مدري مين بده يقتلنا وما بعرف شو، والماروني كمان حاسس نفس الشيء وما عم نقدر نشوف الديفرنت برسبكتيف. اذا بدك في فيديو صغير بيضوي على هالفكره اللي عم نحكي عنها اذا بنحضره هلا نشوف كيف الانسان اوقات شغله وحده بنقدر نشوفها بعده طرق 100%. مثلا هيدي من هاي المال عم نشوفها ألفنت من هون جيراف، فتخيلي انت واقفه هونيك وانا واقف هون وعم نتواصل، انت بتقولي لا يا خي هيدا فيل، انا بقول لك لا يا شيخه هيدا جيراف ومنقتل بعضنا، وهي الحقيقه جزئيه بالنسبه لي ولك. فدائما الانسان اذا انطلق من هاي الفكره انه انا قد ما احس حالي بعرف او قد ما احس حالي لاقط الوضع، معي جزء من الحقيقه، الحقيقه المطلقه هي بس مع الله، ما كنحن كبشر محدودين. يعني ما فينا نقرر انه هالشخص سيء او هالشخص جيد او كذا. وحتى حيالة فكرة اختلفنا عليها، يعني تعطيك مثل يمكن يلخص كله اللي عم نحكي عنه. مرة في كلاينت هيك فلت من البيت وعم تبكي لأنه فلت، هي من طائفة الروم الأرثوذكس اللي هن بيجوا كتير هيك تقليديين ومتمسكين بمبادئهم. متدينين صح. ايه، وهي لإلها أمها وبيها يعني أهم شخصيتين على الكرة الأرضية وكتير بتحبهم كتير كذا. فبالبيت جوزها جاي هي عم تتحمم عم بدق على الباب، تأخرت تفتح له، بيفتح الباب بيقول لها أنت مرة بلا مربى. هلا هي عم تخبرني صارت تبكي وكذا كذا كثير يعني، فانا طلبت انه يجي جوزها على سيشن، بيجي نرجع بنفتح نفس الموضوع، بقوم انا بسال بقول له ليك استاذ انت ليه نقيت هاي الكلمه؟ لانه انا فهمت انه هي ترجمت هيدي الكلمه، هي بفهم رجعت لاهلها فكرت انه هو عم يسب لها اهلها ودينها ومبادئها وكل هول الامور. فهو قال لي خيي انا لإلي اول شيء كلمه بلا مربى منا مسب، يعني اذا بدي سب لها عندي كثير بالفوكاب تبعي مسبات، وما كنت قاصد انه لا هن لاهلها ولا هن لدينها. فرقت وحكينا عن شغله ثانيه جربنا نضوي على الديفرنت برسبكتيف من الثاني، ف انه كتر الله. بعدين يعني هون عم نحكي عن امور يلي عم بتصير اليوم بلبنان قد ايه ممكن تاثر، وهيدي امور خارجيه وعن جد عم بتاثر وعم نشوفها وعم نشوف نسبه الطلاق عم بتزيد كثير كمان بلبنان. كيف اذا كان اساسا في مشاكل بين هالثنائي خليل، يعني اوقات بيكون في اشياء متراكمه، اوقات بتكون اصلا الاجريسيفيتي موجوده، العنف ان كان لفظي او جسدي او غيره، اوقات بتكون الخيانات اساسا موجوده، يعني في كثير امور او امور اقتصاديه كانوا يتخانقوا عليها او الاهل بيتخانقوا كرمالهم، يعني في اساسا قصص ممكن تكون كانت صعبه قبل واضفنا عليهم كل هالقصص اللي موجوده اليوم، قد ايه بيصير في عن جد رؤيه مش مغبشه، يعني رؤيه سوداويه للموضوع. صحيح ستنا، هلا هيلا بتشوفي بس تشوفي هلا كابل بعضهم مع بعضهم وماشي الحال، انا يعني من جوا بشكرهم، ومثل ما انت حتى على صعيد الشغل هلا تهنيون بيني وبين حالي انه الله يحميكم الله يخليك انت تحت كمان بالرجيم نهنيكم انجاز كيف لك. وحتى مثلا على صعيد البزنس هلا طلعي بلبنان حالة بزنس بعده فاتح هيدا قبضاي اصلا، هو الزواج يعني بيشبه شوي البزنس، يعني بيشبه الشركه، بيشبه تكوينه الشركه، المانجمنت، الاداره وغيره. 100% 100% اللي عم تقوليه مزبوط. فصحيح اللي قلتيه، هلا العيال اللي بعدها متماسكه اندر هيدا ستريس، وفينا ناخذها على الجيم زي كنتوا عندكم فقره، تخيلي انا هلا حاطط 20 كيلو وعم شد قادر شيلها، بعدين بس تشيلي لي ال 20 كيلو بحس حالي انه كثير هيني علي ايدي. فنفس الشيء هلا اللي بيقدر تو سرفايف هيدي المرحله بالنسبه لي اللي كثير صعبه، ليش؟ ضيفي نحن وضعنا السبيسيال تبع لبنان، ضيفي الكورونا، يعني الكورونا بس قعدتنا ببيوتنا راح الديستراكشن، صرنا كثير هيك اذا بدك مضغوطين وكثير بتماس مع البارتنر تبعنا، فخسرنا السبور، خسرنا كثير كيميكلز او بوزيتيف نيورو ترانسميترز. فهلا العيال مش هيك، انا دائما نصيحتي بهالوقت انه ما حدا ياخذ قرار استراتيجي، ما حدا يقول بدي طلق لانه ماني طايقه، لكل الاسباب اللي كنا عم نحكي عنها. سوري انا دائما عندي هالديسكريميشن طايقته لانه ما لانه كل واحد بيحكي من البرسبكتيف تبعه. 100% حتى اللي عم بتقوليه، مره عملنا حلقه عن الجندر ديفرنس، يعني انا كرجل كيف دماغي بشوف الامور، اذا بدك نربطها بالشغل يعني وبالغرايز اللي قلناها، يعني انا كرجل هلا هدفي امن مصاري، حل مشاكل،
فبضل رح احكي عن هالموضوع. اكيد بذكر مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا مباشره على الهواء على 0464 اسئله واراء عن الثنائي. وبدنا نوصل لموضوعنا يلي هو الاهم، لانه احنا عرضنا المشاكل بس اليوم عندنا حل بدنا نعرضه، ويلي هو انه يكون في طرف ثالث. لانه اوقات خلص عن جد بتنعمي بصيرتنا بالمره، وانا ما بصير بشوف بخليل الا انه عنده شعره مثلا شايبه هون وانا مش عاجبتني، ونفس الشيء شريكي بصير يشوف انه يمكن صوتي مش عاجبه او طريقه لبسي مش عاجبته. يعني بصير نعمل فوكس على شغله وحده ونعلق عليها. يعني بتصير قزز كانه مرضيه شوي اوقات خليل، او سي دي على ذات الفكره ذات الفكره ذات الفكره، وهيك طرق طرق كل يوم. يعني كيف بدنا نطلع من هالدوامه هيدي؟ قد ايه اليوم الطرف الثالث، ومين بده يكون هيدا الطرف الثالث ليساعدنا في معايير معينه تما يكون كمان عم بيزيد الطين بله او يشد مع حدا ضد حدا؟ 100% قلتي مضبوط ستنا، ضروري الطرف الثالث لانه بشوف الامور اقل سبجكتيفلي، يعني بيكون اكثر اوبجكتيف وما عنده مصلحه خاصه فيه. يعني مش هيك، اذا كان حدا بروفيشنال وشغلته بيكون متمرس وعنده تولز مثل الكوميونيكيشن سكيلز وبيفهم بهول الكونوتيشنز وهالقصص. مثلا اذا بدك اعطيكي مثل حتى بالاجنده، يعني مثلا اذا انا ما بعرف بالامور وعم جرب صالح اثنين، رح يبلشوا يتشكوا على بعضهم ويفتحوا قصص تاريخيه من 100 سنه لورا. هيدي خطا استراتيجي. اذا انا بعرف بالشغل لازم حدد نقطه وحده تو ديسكاست، مثل مثلا الحكومه بيعملوا انه شو مشروع او برنامج جدول الاعمال، جدول الاعمال انه بدنا نعالج هيدي النقطه. فهيدي كثير مهمه. في سايكولوجيست امريكان ثلاثه هن كثير متخصصين بالريليشن شيبس، فهلا بسمعون كونفرسيشن بين تو بيبل. اذا بيشوفوا هن بنقوا ثلاث شغلات، اذا شافوها بهالكونفرسيشن بيقولوا انه هو رح يضلوا مع بعضهم، واذا ما شافوهم بيقدروا انه رح يتركوا. بدك تخبرنا اياه هون عندي ضرور. اتصال. الو الو بونجور. يا هلا بونجور، كومون سافا غانيون؟ الحمد لله. مشتم بكو. ميرسي. كلنا هيك. تري 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 شارمونت اكويونت اي تو. ميرسي ميرسي، شكرا كثير كثير. Et moi, puisque c'est un psychologue qui parle, non. Donc, Anna, je vais te dire, Anna, Camille, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je vais te dire. Non. OK? Parce que je suis alcoolique. Et j'ai beaucoup de maladies de santé. Et je suis en train de me faire en fin. Et je vais te dire, j'ai un psychothérapeute ou un psychiatre. وعندي بنتين بياخذوا العقل. قد ايه صار لكم مزوجين وقد ايه عمرك؟ انا عمري 59 عام. نعم. صرنا مجوزين، صرنا رح يصير 31 سنه. حدا تدخل بالموضوع؟ ما حدا. كيف جربتوا تحلوا؟ ما جربنا. هو بيقول لي انه روح عند سيكوثيرابيست، روح عند بسيكياتر، روح عند هيدا. كانه هو مش غلط وانت الغلط. انا محملني كل المسؤوليه. اوكي اوكي. وانا عم بشرب. اوكي. قد ايه يعني عم نحكي بالنهار؟ بالنهار بشرب يعني نص قنينه. من اي ساعه بتبلشي؟ من على بكره. اول شيء بدي اقول لك سلامت قلبك، لانه اكيد ضروري تطلعي من هالمشكله، واكيد جيتي عند الشخص المناسب، لانه بدي اقول انه خليل كمان شاغل ادمان وادكشن وكل هالقصص، واذا بتحبي تاخدي رقمه تحت الهواء اكيد هو جاهز انه تكونوا عم تتحدثوا. يعني مش ضروري تتاخذ الامور كانه علاج، وان شاء الله اكيد بتزبط الامور، ومثل ما قال خليل نجرب نهدي شوي هالفتره يعني ما ناخذ قرار. شكرا كثير لاتصالك، وشكرا لصراحتك ولمحبتك ايضا. خليل عم بتصير هيك القصص كثير، في بعد والبعد كثير جفا يعني. ليك ستنا، اذا بدنا ناخذ هاي الكيس كم نقطه منها، هالمشاكل اللي عم نحكي عنها مع المشاكل اللي مره عملناهم بالحلقه انا وياكي، انه هالمس كوميونيكيشن بصير في اكيوميليشن لهالاختلافات، مثل مثلا بروبلم سولفنج والايموشن. يعني مره بس تحكي الرجل ما بيعرف يسمع ايموشنلي، فبتحس هي بتفكر انه هو هي ريجكتد هير او هي ديدنت لسن، والرجل نفس الشيء اذا عم يعمل شغله مثلا بتفوت المراه عليه وبدها تساله كذا بهستر. هول اللي عم نحكي عنه نعتبره بعد سنه سنتين وعشر سنين بيصيروا تقال لدرجه بيوصلوا اثنين انه يخوتوا من بعضهم، ما بيعرفوا انه هول الليتل سينجز هن اللي وصلوا لهون. هلا شو بيصير اذا ما عالجنا المشكله؟ بصير نبنش حالنا مثل الكيس المدام، بصير اشرب الكول، فصار عندي مشكلتين.
صار عندي المشكلة الأساسية اللي بعدها عم تتفاقم، وعندي مشكلة الوزدرول اللي كنا عم نحكي عنه والسايد إفكت تبع كل الدراجز والميديكيشنز كل هالقصص، وبتصير تكبر البولدوناج. نعم. فبس مثل ما أنت قلتي كمان إنه ما في مشكل، ما في الحق على الطرفين. أكيد. خدي حيد السيارة هلا. ماكسيموم يعني بيعطيك الخبير 75%. مظبوط. بمجرد ما في شخصين بهالمشكل يعني الحق على الطرفين. ودغري يعني أول كلمة قالت إنه عم يهملني، الإهمال بيولد وحدة، والوحدة بتقدر تودينا لأمور كثيرة، مثل هون الألكول، في ناس بيروحوا على المخدرات، في ناس بيروحوا على شخص ثاني، على خيانة، على يعني قصص كثير، وفي ناس بيروحوا على أمور جيدة يمكن شوي إيجابية أكثر مثل الرياضة وغيره، بس إجباري هالشخص بده يعبي فراغ حياته يعني. صحيح. مثلا إذا بدنا نقدر عن هذه الكيس ستنا بناء على أنا وياك حكينا إنه الرجل دائما منظم وستريت تو ذا بوينت وبيعمل بياخذ أرقام وكذا، تبري هي مدامته كانت العكس، وعلى الأرجح يعني أكيد هي العكس، بمعنى هي فرحة وهيك يعني شيء إنشيات وبتعمل بروجرامات وكذا، فشو بصير؟ هو بصير ينرفز منه هول إنه لا تأخرنا ما وصلنا، لا وعيتي مأخرة، لا مصروف البيت كذا لا كذا، بتصير هي شو تعمل؟ ما عم تعرف تحل المشكلة الأساسية، بتصير تشرب الكول، الكول شو بيعمل؟ بيزيدها صحيح، فبتصير هي هون هو شو بيعمل بس شوفه هون بصير هو هونيك بصير يدقق على الميلة وبصير كل واحد بيوادي تدخل بحالة اللي اتصلت فيها السيدة وبحالات اللي حكينا عنها أيضا إجمالا يعني عم نحكي نحن قدمهم ومين المتدخل يعني اليوم مشكلة الناس خليل أول شيء مشكلة الناس بحبوا يروحوا عند معالج ومشكلة الناس قادرين يروحوا عند معالج شو البديل ومين البديل وكيف بدنا نختار وشو يعني شو النتائج كمان أكيد هلا احلى تدخل انه اثنيناتهم يروحوا عند حدا بروفيشنال شاغل علاقات الاقل انه الثاني وحده انه كفايه هي تروح لحالها كمان هي بتنفس بتساعد حالها يمكن يعطيها تيبس معينين هاو تو هاندل هالبارتنرشيب تبعها هلا او انه في مثلا بتعرفي نحن في اخواننا في يعني علماء دين لانه متمرسين كثير وعندهم هالروحانيه وعندهم الخوجنه انه يتدخلوا بعلاقات ويسمعوا كثير ويعطوا ادفايسز وكل هالقصص وفي الرفقه يعني العيال بتعرفي نحن مجتمع محامين رجال القانون ممكن يساعدوا انا مش كتير مع ايه بس انه بدنا ننتبه بده يكون حدا معتدل ايه لانه في محامين عندهم مصالح مختلفه يعني لا. يعني بيطلع شغله يمكن من الخلاف فبده يكون قال انه عنده نتفة مبادئ او لا شو لا هلا بيعصبوا علينا كل شيء مثل نحن بشغلنا كلنا ستنا هيك في عالم يعني في حكم هيك بيعملوا عمليات ما لازم تنعمل فهيك واحد بس انه بده يلاقي شخص يكون معتدل وعنده شويه مبادئ وقيم كمان الاصدقاء أو العائلة أفراد العائلة أكيد كتير مهمين ليش؟ لأنه بيساهموا بقصة الـ different perspective يعني إذا عم بتخبري أنت رفيقتك شيء بتعطيكي perspective تبعها وأنت شو يعني رفيقتي؟ يعني أنا I have a good association معي يعني هالعلاقة بعدها positive مش مثل ما هونيك صارت purely negative وعم نقتل بعضنا فبتأثر على رأيك ثلاثة في شيء اسمه peer pressure مرة عملوا experiment تأكدوا قديش هيدي بتأثر علينا بسلدة تونت عند حكيم فكل اللي قاعدين هن 7-8 هن من جماعة الاكسبيرمنت في واحدة بتفوت جديدة بيطلع زمور كل 3-4 ثواني يوقفوا كلهم 7-8 هلا أول مرة هي ما وقفت تاني ما وقفت على التالتة صارت توقف معهم ما تعرف ليش كلنا هيك منلحق السوسايتي لأنه لقلنا أنه السوسايتي بتعرف أكثر منا بس حلو أنه نشوف نظرة السوسايتي لقلنا حلو أنه نشوف نظرة المجتمع لقلنا من خلال شخص معين يعني. أكيد بس الشخص كمان بده يكون معتدل صعب الإنسان يكون 100% أوبجكتيف أو هيك منه يعني موضوعي 100% هيدي أكيد ستنا وإذا بدك منروح على القضاة ما هو القاضي هو وسيط وليش مثلا ممنوع مثلا في دول بيعطوه معاش مفتوح تما يعود هو بحاجة للمال تما إذا لا أخذ كادو يصير يتأثر الجوجمنت تبعه هلا بس يحكوا عن فساد القضاء هو لأنه كلنا هيك أغلبيتهم بدهم أنه بياخدوا كادويات وبيرتشوا كذا فبصير حكمه للموضوع تزبط الأمور لما بيصير في تدخل خليل ممكن تزبط أنا لقلي ستنا وشاغل كيسات يعني كتير صعبة وهلا كتر خير الله الدنيا عليهم بألف خير إذا بدهم الشخصين وكل شيء بينعمل لانه هلا الساينس مكننا من كثير تكنيك صرنا نعرف ليش يعني بالتفصيل ممكن نعرف ليه هلا نرفز الزلمه ليه نرفزت المره او لا شو التريجر يا اللي كان وفي كثير كوميونيكيشن سكيلز بنتعلمهم قد ايه اوقات بتكون هينه في امراض مثل السحر صرنا ما بتتخيلي بس عشان يكون هو بده الانسان يعني هو يكون جاي بده يحل فبصير يسمع بصير بس تعطيل ملحوظة بصير ينتبه له وبصير ينبش على الماضي نحن اختلفنا هونيك لأنه هيك لأنه أنا كنت عم نبش على حل وهي مثلا هلأ في كلاينت هيك أنه بتقول له ناس نصحانة بقول له وقفي أكل هي بياخد على خطرها أنه خي ليش شو بو هو لقله أنه خي شو فيه خي ما أنا عم ساعدها هاي البروبلم سولفينج والإيموشنز
الانترفيرنج نفس الشيء، بيكون هو مثلا عم يعمل شيء بتجي هي بتدق له بنص الميتنج او كذا بيفلفلوا عقلته. قصص كثير بتبين صغيره. اذا بدك اعطيك مثلا بس نقول لهم انه لما بتقول لك زوجتك نصحانه بتقول لها انا بحبك مثل ما انت ناصحه وضعيفه وكيف ما كنت، هيدا احلى جواب. هيدا تقليعه، خلصت انتهى الموضوع هون 100%. وكمان بينقل انه تو او اذا بدك تو بين بوينت هير ايموشن، انه انت من شو زعلانه، انه اذا نصحاني شو اللي مضايقك كل هول. والثلاثه بتقول له انا بخاف انه تبطل تحبني وترغبني وهيك 200%. شو بقول لها؟ بهون بيرجع هي فاليديتس اللي قلتيه وبيساعدها ابدا وبيحط لها غنيه جورج وسوف حلف الامر كله وبيطبق 100% وبيرجع بيساعدها تو فولو اب بالرجيم، يعني بيقول لها ايه ما هو هيدا السكيل تبعه اللي الله مكنه فيها، النظام والاهداف والخطط وكل هالقصص، وهي الايموشنز تبعها، فبده يسمعها، بدها هي تحس انه سمعها وحبها، بعدين الحل اللي بده يفوته على اللعبه تسمعه وتطبقه. انا بقوله كمان دائما انه نقدر نشوف نظره عامه وشامله لهالعلاقه، يعني نحن بدل ما نركز على هالامور ويمكن هالطرف الثالث يقدر يخلينا نشوف انه الناس كيف بتشوفنا، العائله كيف بتشوفنا، اولادنا كيف بتشوفنا، قد ايه حلو هيدا الكابل حقيقه، لو فيه يمكن 80% امور حلوه هيدا شيء كثير رائع، نرجع نقدر نشوفه، يمكن نشوفهم اوقات من عيون شخص ويرجع يذكرنا قد ايه هيدا الشيء حلو. وانا بقول كمان ما في كابل بيزبط مع بعضه لمده 5 و10 سنين و15 سنة إلا إذا كان في أساس حلو. خلينا حلو. نرجع له حلو. خليل حبشي معايج نفسي، شكرا كتير لك، وأكيد منذكر كل المشاهدين إذا بحبوا يتصلوا تحت الهواء ويأخذوا رقم خليل أو كل المعالجين اللي بيمرقوا معنا، أهلا وسهلا فيهم. بريك.